لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور طارق، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. دكتور طارق، بداية من البيان اليوم للدول الأربع المكافحة للإرهاب وإصرار هذه الدول على عدم وجود أي تفاوض مع دولة قطر إلا بعد تنفيذ أو تطبيق 13 بندا التي تم الاتفاق عليها، كيف تقرأ اليوم بيان هذه الدول وأيضا إلى أين ستصل بنا قطر وتصرفاتها؟ طبعا هو الموقف العربي للدول المقاطعه موقف متماسك وموقف قوي وواضح ولم يتزحزح منذ لقاء القاهره الى طبعا لقاء جده ثم اليوم لقاء المنامه، وبناء عليه الجديد فيه هو استمراره على تماسكه وعدم طبعا الدخول في اي يعني تنازلات من اي نوع او القبول حتى بانصاف الحلول واشباه الخيارات التي طرحت في يعني دوائر اداره الازمه سواء بالنسبة للأطراف الأوروبية وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. من المهم أن يكون لقاء المنامة اليوم يعني إطار تقييمي وطبعا مراجعة لما تم. السؤال المباشر، هل سيحمل مرحلة ما بعد بيان المنامة إجراءات مهمة وإجراءات مرحلية أم إجراءات احترازية أو استباقية؟ في كل الأحوال علينا أن نتوقع أنه ستكون الإجراءات على مستويين. مستوى أول هو دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا أمر يخص الثلاث دول في الخليج، دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وهذا الأمر قد يكون مطروح خلال الفترة المقبلة في آلية التعامل مع قطر، لأنه سيكون هناك مراجعة خليجية في هذا الإطار. نعم. وعلى المسار الثاني هو المسار المصري، المسار الخاص بتحريك الأمر في مجلس الأمن، وقد قطعت مصر فيه صوت بخلال طبعا تقديم مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة طبعا ملف بكافة الاتهامات التي توجه لقطر وبالأدلة وبالبراهين، وبناء عليه هناك مسارين للتعامل مع الخطوة التالية أو مرحلة ما بعد بيان المنامة، مسار خليجي ومسار مصري، والمسارين يكملوا بعض في هذا الإطار. أعتقد أيضا أن الرسائل للإدارة الأمريكية في هذا التوقيت، لأنه الإدارة الأمريكية تريد تعرف على الخطوة التالية التي ستقوم بها الدول الأربعة المقاطعة. نعم. ومن المحتمل أن تقدم الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة على إعادة تدوير الدور الأمريكي في الأزمة، سواء بدعوة الدول الخارجية إلى واشنطن أو بالدعوة إلى لقاء استهلالي تمهيدي من خلال جولة ثانية لريك تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي أو مستشار الأمن القومي أو كلاهما معا بالمناسبة، لأن هناك تقييم الآن في الإدارة الأمريكية حول الخطوة التالية، وبناء عليه في مثل هذه الأجواء بتأتي بقى الترتيبات السياسية والأمنية التي تجريها الدول الأربعة المقاطعة للتعامل مع الأزمة، ومن ثم يأتي لقاء المنامة في هذا الإطار. نعم دكتور، أيضا هناك يعني أو كيف ترى المناوشات القطرية وخصوصا فيما يخص تبليل المشاعر المقدسة؟ يعني هناك تصريحات لسيد الجبير يؤكد أن ذلك يعد بمثابة إعلان حرب على المملكة. يعني أنا أعتقد أنه هذا الأمر يأتي في إطار سخافات قطرية ومناكفة بطبيعة الحال للجانب السعودي. هذا الأمر ثابت ومستقر وآمن بالنسبة لقيام السعودية بالإشراف على إدارة المقدسات من سنوات طويلة، يذكرنا طبعا بالخطاب السياسي الملون والمضلل اللي تبعته ليبيا في مراحل معينة أيام القذافي وأيضا أيام صدام حسين وتوجهاته تجاه دولة الكويت وغيرها. مثل هذه الأمور تفهم في سياقها أنها مكيدة سياسية ومناكفة للجانب السعودي ليس أكثر. الأمر مستقر وآمن للشقيقة السعودية في هذا الملف، وبناء عليه يعني أنا أعتقد أنه هذا الرأي أو هذا التوجه وراءه الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني كما واضح هو الذي يدير بعض عناصر الأزمة من داخل قطر من خلال عدد من الخبراء والاستشاريين الذين روعوا الدول الأوروبية في مفاوضات 5+1 ولهم خبرات طويلة، والدخول في هذه الأمور المذهبية والدينية لها دلالتها في هذا التوقيت بدولنة ظاهرة الحجة أو تدويل
موضوع الحج واصباغه بصبغه سياسيه واخراجه من نطاقه الديني الى نطاق سياسي وتوظيف الملف الديني لملف سياسي. هذه طبعا زي ما اشرت مراوغات وعبث وزعبلات قطريه تفهم في سياقها، ليس لها تاثير على اي مستوى. نعم. لا للاشقاء في السعوديه او لغيرهم. وفي ظل تلك المعطيات، كيف ترى العلاقه مستقبليا ما بين السعوديه وقطر؟ يعني حتى هذه اللحظة الأشقاء في الخليج يريدون إعادة قطر إلى الخليج بصورة أو بأخرى، ولم يبادروا هم باتخاذ أي مواقف عدائية تجاه قطر برغم كل ما جرى، وما زال الخلاف في نطاقه الخليجي، وما زالت الدعاوى الكريمة من دول الخليج لاستيعاب قطر، لكن يبدو أن القطريين ماضون في يعني مخططهم بصورة نهائية والوصول إلى الخيار صفر في إطار تعاملهم مع دول الخليج، وهذا واضح في إدارة الأزمة ومحاولة الاستقواء بالأطراف الإقليمية والتهديد ببناء محاور إقليمية إيرانية تركية قطرية في مواجهة المحور الخليج العربي. كل هذه الأمور طبعا تدشن مرحلة جديدة بالفعل بين قطر وبين الأشقاء في الخليج، ستكون عواقبه وخيمة على الجانب القطري، لأنه في النهاية لا يمكن لقطر أن تنسلخ من محيطها الخليجي العربي لمحاور إقليمية أكثر اتساعا، وخروجها من مجلس التعاون الخليجي أو تجميد عضويتها أو تعليقها لن يأتي بخير على الأشقاء في قطر، لأنه في النهاية هم يعلمون جيدا أن الخيار الإقليمي ممثلا في الجانبين التركي والإيراني هو انتهازية، نوع من الانتهازية السياسية المعلومة للجميع وفق المصالح الاقتصادية. نعم. والاستراتيجية والأمنية ليس أكثر. نعم، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.